Yaşa. الرب يجي تشرين خليهن لا أولى وحياة العمر ما حقني لولا نحن نطرنا يا شام يا شام يا يا شام طير الحر الطير من فوق الشام نازل عبرد يلاقي رب الحمام عجناح لا سوريا حامل سلام ضو يا شمس بلادي فوق الايام طير الحر الطاير من فوق الشام نزل عبرد يلاقي رب الحمام عجناح لا سوريا حامل سلام ضو يا شمس بلادي فوق الايام علوها علو الراي سوريا صارت اي علوها علو الراي سوريا صارت صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية بنهار جديد إن شاء الله يحمل الأمل وكل الطاقة الإيجابية لكل من متوجه لعمله أو مدرسته أو جامعته مثل كل يوم الساعة 9 الصبح بتكون لحظة انطلاقة رحلتنا الصباحية بمواضيع المختلفة والمتنوعة يلي بنحاول فيها ككادر عمل أنه نسلط الضوء على أبرز الفعاليات والنشاطات اللي عم تصير بسوريا من مختلف المحافظات لكن قبل ما نبدأ بفقراتنا دائما بدنا نوجه تحيتنا الصباحية لأبطال الجيش العربي السوري حراس الأمان نقول لهم يسعد صباحكم وصباح الخير نور صباح الخير أريج وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا يوم جديد بحياتنا بدي ان شاء الله يحمل لكم كل الخير بكل تفاصيله الجايه يمكن هاي الفترة أصبح حديث الشارع السوري ومواقع التواصل الاجتماعي المنتخب السوري وحلم التأهل للمونديال والكل بانتظار يوم بكرة لهيك رح نضوي على هالموضوع مواضيع تانية ضمن فقراتنا لليوم وقبل ما نروح لفاصل منوجه تحيتنا الدائمة بالبداية والختام لأبطال الجيش العربي السوري بكم النصر يولد من جديد كل يوم فاصل صغير ونبتدي صباحنا لليوم بداية أخبارنا لليوم رح نقوم بجولة على أهم الأخبار المنوعة ورح نبدأها مع شابة اللي بتبلغ من العمر 21 سنة أصيبت بالعمى نتيجة اللعب لساعات متواصلة على الموبايل حيث فقدت الشابة الصينية بصرها بشكل مفاجئ بعين اليمنى بعد أن لعبت لعبتها المفضلة لفترة زمنية طويلة حيث شخص الأطباء حالتها فوجدوا أنه بتعاني من انسداد الشريان الشبكي الناجم عن إجهاد العين وقالت الشابة أنه دايماً بتلعب باللعبة لمدة 7 أو 8 ساعات متواصلة طيلة الأسبوع دون أي توقف
أنا مستحيل أمسك اللعبة وأقعد أكثر من نص ساعة، سبع ساعات كثير. 10 دقائق يمكن، وكثير عم يكون في إجهاد للعيون، يعني الواحد دائماً بشغله عم يكون في إرهاق للبصر، بقى كمان يكفيه عن طريق الموبايل، هذا أمر كثير خطير. وهي مشكلة يمكن بيعانوا منها كمان الصغار، اليوم بتلاقي الأطفال ماسكين الموبايل أكثر من أهاليهم وعم يلعبوا عليه، فلازم يكون يمكن في مراقبة للأطفال، وحتى الكبار طلع بدهم مراقبة. أريش خلينا ننتقل هلأ لخبرنا التالي عن فيديو حصل على أعلى نسبة مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي استعرض فيه مهارات بطولية لقائد طائرة اعترضته رياح قوية أثناء الهبوط أدت إلى انحراف الطائرة عن المدرج عند ملامستها الأرض، ثم سيطر القائد على مسار الطائرة. خلونا نتابع كيف. بختام جولتنا المنوعة على اليوم رح نشوف امرأة عجوز هرعت من وسط مجموعة من الفتيات اللي عم يستعدوا للإمساك بباقة الزهور لحظة إلقاء العروس لإلها. خلونا نتابع مع بعض هالفيديو الظريف. يعني هالعملية نور، مهما الوحدة كبرت بالعمر بتضل متحمسة لحتى تمسك باقة الورد من العروس. بس فيها صعوبة، يعني مرة حضرت عرس وزت وبقت ورد، تقاتل وتلاقي العالم وقعت على الأرض. خلينا هلأ ننتقل، فلكل يوم حدث جديد بيتسجل بذاكرتنا ويترك بصمته، ممكن تشكل فاصل التحول بحياتنا. فشو الأحداث يلي تركت بصمتها بمثل هاليوم؟ خلونا نتابع. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من العام 1558 تأسيس مدينة ماردا في فنزويلا. عام 1806 بروسيا تعلن الحرب على فرنسا. عام 2013 جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2013 تمنح لكل من مارتن كاربولوس ومايكل لويت وإيريل وأرشيل. عام 2014 الروائي الفرنسي باتريك موديانو يفوز بجائزة نوبل في الأدب لعام 2014.
ومن أبرز الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من العام 1852 فيتشر عالم كيمياء ألماني حصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1902. ومن أبرز الشخصيات التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 1943 بيتر ديمن عالم فيزياء هولندي حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1902. وفي عام 1987 ويليام مورفي طبيب أمريكي حصل على جائزة نوبل في الطب عام 1934. وفي عام 2010 موريس إلياس اقتصادي فرنسي حصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1988. واليوم وهو 9 من تشرين الأول يعتبر اليوم العالمي للبريد. صباحنا لسه بأول، يمكن سوا نشهد خلال ساعته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. نور، اليوم 9 تشرين الأول وهو اليوم العالمي للبريد، شو هي أهداف هذا اليوم وكيف بدأ؟ منتابع بالتقرير التالي. اليوم العالمي للبريد هو يوم عالمي يتم الاحتفال فيه بدور البريد وأهميته في حياة الناس في 9 من تشرين الأول من كل عام. خلال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في طوكيو اليابان عام 1969 أعلن عن اتخاذ تاريخ 9 من تشرين الأول يوماً عالمياً للبريد بمناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد البريدي العالمي في العاصمة السويسرية بيرن عام 1874. يحتفل في كل عام بيوم البريد العالمي بطرق مختلفة، فتتخذ بعض البلدان اليوم العالمي للبريد عطلة رسمية وتقدم من خلال هذه المناسبة منتجات وخدمات بريدية جديدة. تستخدم بعض البلدان المناسبات لمكافأة موظفيها، وفي العديد من البلدان الأخرى يتم تنظيم معارض للهواة في جمع الطوابع وإصدار طوابع جديدة، وتضم أنشطة أخرى مثل عرض ملصقات بمناسبة يوم البريد العالمي في مكاتب البريد والأماكن العامة، تهدف إلى تعزيز الوعي بدور البريد وأهميته في حياة الناس. وفي بلدان أخرى تنظم أياماً مفتوحة في مكاتب ومراكز البريد والمتاحف البريدية، كما تعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل وكذلك الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، وتصدر العديد من الإدارات البريدية هدايا تذكارية خاصة بهذه المناسبة. أريج، بكرة يوم الثلاثاء هو أبرز الأيام على روزنامة السوريين بمختلف أطيافهم وبكل فئاتهم، كل ضابط وقته على توقيت 12 الظهر حسب توقيت دمشق لمتابعة مباريات الإياب لمنتخب السوري والأسترالي، فحلم تأهل سوريا لمونديال 2018 أصبح على بعد أميال بسيطة. يعني بالفعل نور، المنتخب السوري وحد قلوب السوريين جميعاً وخلق الأمل بقلوبهم بالتأهل لأول مرة لنهائيات كأس العالم. حلم ما نسهل أبداً من بعد 7 سنين حرب على بلدنا، لكن نسور سوريا بكل مباراة عم يقولوا للجميع أنه إرادتهم ما بتلين، وأكيد لحتى نضيء أكثر فنياً على مباراة يوم غد معنا الصحفي هاني سكر المتخصص برياضة كرة القدم. يسعد صباحك. يسعد صباحكم وصباح الخير لكل مشاهدينا. يسعد صباحك. قديش ناطر بكرة مثل بقية يمكن السوريين اللي ناطرين بكرة المباراة على أحر من الجمر؟ يعني يمكن مباراة بعد ثانية عم نختبر أحاسيس جديدة ومشاعر جديدة، بأنه كيف نحن نكون عم نستنى المباريات، كيف ممكن نتوتر، كيف ممكن تصير الأعصاب تتعب أكثر قبل المباريات. يعني الحلم اللي عم عيشنا إياه المنتخب هو حلم كتير كبير، ما حدا مننا كان متوقع قبل بداية التصفيات يمكن أنه نحن نعيش كل هاي اللحظات الحلوة والصعبة بنفس الوقت. نتمنى بالنهاية بأنه هي تكون النهاية جميلة ونقدر بأنه نحن نوصل فعلا ونحقق حلم المونديال وبعدها كل شيء بيهون إن شاء الله. هاني نحن رح نتابع مع بعض فاصل ونرجع نكفي حديثنا. الآن كورة تعيد الأمال لأولاد الحكيم لأبناء سوريا. عمر السوم بكل الدعوات
يمشي عمر السوم وحط جول 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 لسوريا. السوم يجرح والسوم يداوي هدف التعادل لسوريا. سوريا لا تستحق الخسارة هنا في ماليزيا. هدف التعادل في مرمى الكانكورو عن طريق عمر السوم. حلك يا نصر قاسيون، حلك يا النصر السوري، حلك يا النصر العربي. هدف لهدف في الوقت. يعني هاني اثبت الفريق السوري انه كان في اداء عالي جدا، وهذا الشيء كان واضح لكل متابعين المباراه الماضيه. انت كيف بتقراها؟ يعني نحن حاليا اصبح فينا نقول بانه المنتخب السوري اصبح بين كبار اسيا. الشيء الاساسي اللي كان عم يبين بمباراه الذهاب انه نحن ما عاد عندنا اي خوف من اي فريق، ما في اي احساس بالرهبه نحن لما ندخل نواجه استراليا او نواجه ايران او اي فريق من كبار اسيا. فريقنا عم يدخل بتنظيم معين، في فكر، في اسلوب معين عم يحاول يطبقه بالملعب. شفنا بمباراه الذهاب قدام استراليا كان التفكير الاساسي بانه نحن بالشوط الاول نحاول ما نتلقى اي هدف. كان في اغلاق جيد جدا على اهم المفاتيح الاستراليه. منتخب استراليا بيعتمد بشكل كثير كبير على العرضيات وعلى التسديد من الخارج. مهاريا هو منتخب كثير ضعيف. منتخبنا عرف كيف يدخل المباراه الماضيه لما هو رجع تكتل بشكل جيد بالخلف، منع استراليا بانه هي تلاقي الحلول. كنا عم نحاول من خلال المرتدات، من خلال الكرات السريعه، بانه المنتخب يلاقي الحل. كان في شيء بنسميه بسوء التوقيت، يعني لما تكون التمريره شوي متاخره اللاعب بيطلع تسلل، هذا الشيء كان عم يحرمنا بانه نحن نعمل هجمات خطيره. هذا بسبب لانه كمان عندك المنتخب الاسترالي عنده تمريرات، متعود على التمريرات الطويله والقدره البدنيه العاليه اللي عنده، كمان بتختلف على القدره البدنيه عند المنتخب السوري. لكن المنتخب السوري اثبت القدره يمكن التكتيكيه والفنيه باللعب. يعني نحن شفنا يمكن كيف دائما عندك ردات على مدار الوقت مفاجئة للمنتخب السوري، وفعلا يمكن استغلوا حجمهم. يعني بتلاقي صحيح في قدرة بدنية وحجم كبير للمنتخب الأسترالي، بس المنتخب السوري كان عم يلعب بطريقة كتير جميلة. قديش فعليا اليوم لازم يعتمد على هاي النقط الإيجابية المنتخب السوري يستغلها بمباريات بكرة؟ هو تماما، يعني استراليا دائما بتحاول انه هي تجر الخصم للعب البدني، بتحاول قدر الامكان بانه تخليه يتعب بالمواجهات، يتعرض لكثير من الاحتكاكات. وعنيفين حادين المنتخب الاسترالي. يعني وهن بتمتعوا بامكانيات جسمانيه ممتازه، بنعرف بانه استراليا هي دوله متطوره فعليا بكره القدم، يعني تحضير الاطفال من عمر صغير على حتى انه هن يحصلوا على بنيه جيده، على فكر جيد، ببلش من عمر كثير صغير على عكس معظم دول اسيا. بالمجمل الشيء اللي نحن لازم نركز عليه ممكن مشابه للشيء اللي فكرنا فيه بالذهاب اللي هو موضوع السرعه. منتخب استراليا عنده بنيه جيده لكن ما في عنده سرعات عاليه، خاصه بالنسبه للدفاع، عنده خط دفاع كثير بطيء. نحن هذا الشيء لازم كنا نشتغل عليه بمباراه الذهاب. حاولوا لاعبينا بالعديد من المحاولات لكن يعني مثل ما قلنا كان في شيء من سوء التنسيق. هذا الموضوع اذا نحن بنستغله بالاياب، اذا بنحاول نظهر لاستراليا بانه نحن منتخب قادر يظهر مهاره، قادر بانه يلعب تمريرات بين بعض اللاعبين. منتخب عم يلعب كمان ضمن امكانيات محدوده. لما تقول عندك منتخبات عالميه عم تلعب باهم الملاعب وتتدرب مع اهم يمكن المدربين العالميين، نحن ضمن ظروف حرب عم نعيشها. فكمان هي نقطه تحسب للمنتخب السوري انه ضمن امكانيات محدوده وضمن وقت كثير قصير عم يتم تدريبهم. طبعا اكيد، يعني حتى نحن شفنا قبل العديد من المباريات المنتخب كان في لاعبين عم يجوا ينضموا للمره الاولى لمنتخب سوريا. كنا عم نسال كل الوقت كيف راح يكون الانسجام بين هالعناصر. صعب كثير بقلب التصفيات، نادرا جدا حتى على الصعيد العالمي نشوف منتخبات عم ينضموا للاعبين جداد بقلب التصفيات ومع هيك المنتخب عم يحسن اداؤه وعم يقدم شيء افضل. هي وحده من العلامات الايجابيه جدا كانت بالنسبه لمنتخبنا بالتصفيات الحاليه، بانه نحن يمكن كنا كل جولتين او ثلاثه عم نشوف دخول لاعبين او ثلاث لاعبين جداد، مع هيك الانسجام ما عم يقل بين عناصر المجموعه. هذا الشيء بوضح بانه في شغل حلو جدا كان من المدرب ايمن حكيم لحتى هو يعمل انسجام من العناصر. حتى العناصر الجديده لما كانت عم تنضم كانت عم تحكي عن دور المدرب بخلق الاسلوب الواحد بمنتخب سوريا. كمان الاجواء الجيده جدا الموجوده بين اللاعبين بالمعسكر اللي عم نشوفها دائما من الصور او الفيديوهات او التمارين، هذا الشيء عم يعكس لنا ليش اللاعبين عم ينسجموا بسهوله بجو المنتخب السوري. الطموح كثير كبير عند اللاعبين، هذا الشيء كمان عم يساعدهم اكثر بانه هن يدخلوا بالاجواء، والنتائج عم نشوفها بانه هن عم يلعبوا بتماسك وبروح كثير كبيره.
بالملعب. يعني من احدى الاشياء الجميله والنقاط الايجابيه يلي كثير عم يتم يمكن تسليط الضوء عليه وهي عم تكون واضحه هو انسجام اللاعبين مع بعضهم وهالالفه اللي بيناتهم، لكن الجمهور اليوم زعلان لانه خريبي ما راح يشارك بسبب تراكم البطاقات الصفراء، قديش برايك هذا الشيء راح ياثر على لعبه بكره؟ طبعا نحن بنعرف خريبين اصبح من اللاعبين اللي عندهم خبره اسيويه جيده، عم نشوفه مع نادي الهلال بدوري ابطال اسيا كان عم يعمل اداء مرعب، لكن يعني الشيء الجيد بانه نحن اصبح في عندنا تقريبا مجموعتين من اللاعبين، يعني اي لاعب عم يغيب عم يكون في بديل جاهز لنعوضه، مرينا بظروف كثير صعبه من بدايه التصفيات، خسرنا كثير من اللاعبين، دائما كان في بديل وبديلين وحتى ايام ثلاث بدلاء ببعض المراكز، اليوم المدرب عنده خيارين اساسيين لتعويض عمر خريبين. الخيار الاول اللي هو مارديك مارديكيان اللي عم يكون هو بديل ذهبي بكل المباريات واثبت بانه هو بدنيا قادر بانه هو يقدم شيء جيد. الخيار الثاني هو فراس الخطيب، بالنسبه لكثير ناس بتتمنى بانه تشوف فراس خطيب كبديل مو كاساسي لانه عم نستفيد منه كبديل بشكل كثير ممتاز مع ميتزا باللعبه الماضيه، يعني كان واضح تماما يعني، ولكن ممكن بالنسبه لحسابات المدرب بانه نحن نشوف فراس خطيب اساسي لانه نحن في عندنا العديد من الغيابات بين بالروح القياده بالنسبه للفريق واستغلال وجوده بالمنتخب، يعني يكون فراس الخطيب لاعب اساسي باللعبه بحيث ما يكون باخر توقيت متواجد، يعني يكون متواجد، كانت الناس عم تتساءل انه يكون بالشوط الثاني او من بدايه اللعبه لأنه فعلا كمان وجوده مهم، حتى الانسجام الواضح معه مع باقي اللاعبين كمان له فرق إيجابي تماما، يعني حتى بالنسبة لمعظم اللاعبين السوريين المحترفين بالخارج هنا بيعتبروا فراس الخطيب مثل الأخ الكبير دائما للكل، هو اللي بيجمعهم هو اللي بيساعدهم. في شيء مهم كمان بموضوع فراس انه نحن اليوم عم نفتقد لقلب الدفاع احمد الصالح اللي هو كان فعليا قائد للمنتخب بمرحله طويله، عم نفتقد بالمباراه الجايه لخالد مبيض اللي كمان هو كان عم يلعب دور قيادي بالوسط، دائما يعني بعلم المدربين وبالحديث دائما بيقولوا بانه كره القدم ليست مجرد تكتيك واسماء لاعبين، هي بحاجه لروح، بحاجه لقائد، بحاجه لشخص يكون موجود بالملعب بحال مثلا لا سمح الله منتخبنا تلقى هدف هو يروح للاعبين يواسيهم، يرفع من معنوياتهم لحتى هن يرجعوا يكفوا المباراه. فراس الخطيب هذا الدور ممكن يكون مطلوب منه بحال اللعب الاساسي، نحن بحاجه لشخصيه قياديه بالملعب، هذا الشيء اللي ممكن يخلي فراس ياخذ مكان عمر خريبين، لكن بكل الاحوال ايضا في عندنا مارديك اللي هو خيار مهم جدا، عندنا خيارين حلوين وبيبقى الموضوع بايد المدرب. طيب خلينا نحكي عن يمكن المناخ ب اللعبة، كان الرطوبة العالية معروفة بماليزيا، هي الرطوبة العالية ويمكن المناخ يمكن القريب على مناخنا نوعا ما للساحل، قديش ممكن له أثر إيجابي على اللعبة فينا نقول؟ يعني نحن بنعرف يعني سواء بالنسبة لماليزيا نحن اعتدنا نوعا ما على مختلف الظروف، يعني لما لعبنا خمس مباريات هناك جربنا المطر وجربنا الشوب وجربنا مختلف الظروف اللي كانت موجودة بماليزيا، منتخبنا نوعا ما كان حاس بأنه هو عم يتعود وعم يتأقلم على هذا الملعب، ممكن شوي ظروف الذهاب منعتنا بأنه نحن نقدم أفضل أداء ممكن لأنه شفنا المنتخب كان حابب يلعب كرة هجومية، حابب ينقل نقلات جميلة، الرطوبة شوي وصعوبة أرضية الملعب بهي الأجواء كانت ما عم تساعده، بسيدني ممكن بس يكون كان في لعب قوي، يعني ما كان له أثر كتير كبير على أداء اللعبة، يعني شفنا بالشوط الأول كان في لعب حلو بس بالشوط الثاني كان لعب أقوى، يعني ما أثر بشكل كتير، حتى المعلق قال كان الشوط الثاني هو شوط الرجال أبناء الرجال من قد ما كان في لعب كتير جميل للمنتخب السوري. لا طبعا يعني هو الاعتياد يعني صار مسألة أساسية بالنسبة للاعبين، صاروا هم متعودين على ظروف الملعب على ظروف المناخ، حتى صار في عندهم شيء من التفاؤل بملعب ماليزيا اعتبار انه نحن ما خسرنا اي مباراه على هذا الملعب لحد الان بملكه، لازم نرجع رابحين يعني فعلا، يعني ولو انه اكيد بنتمنى بانه نرجع نلعب بالشام قدام الجمهور، حرام مثل هاي المباريات ما تكون قدام الجمهور السوري، يكون الجمهور السوري عم يأزر منتخب بالملعب مثل ما عم نشوف كثير من المنتخبات، مثل ما شفنا مصر امبارح قدام 80,000 متفرج، حرام منتخب سوريا ما يكون عم يلعب ان شاء الله. ان شاء الله يعني الالعاب بترجع على ارضنا وبيرجع هالحماس اكثر وتشجيع على ارض الواقع بسوريا. يعني هاني جاليه سوريه باستراليا وايضا اتحاد الطلاب عم يشتغلوا شغل كمان كثير كبير لحتى تكون كل المباريات بكل يعني اقسامها وبكل شيء بتعلق فيها الامور ماشيه تمام. 11,000 بطاقة تم بيعها امبارح، قديش هذا الشيء ممكن هيك بالفعل يأثر إيجابا على المباراة وعلى اللاعبين عم يشوفوا
يعني ابناء سوريا عم يشجعوهم وعم يكونوا معهم بالملعب. هو هذا الدعم جدا اساسي بالنسبه للمنتخب، لانه نحن بنعرف بانه المنتخب الاسترالي بارضه هو منتخب مختلف تماما عن منتخب استراليا اللي بيلعب خارج الارض. استراليا على ارضها بخمس مباريات بالمرحله الاخيره من التصفيات فازت باربعه، تعادلت بوحده، عندها سجل خارق كثير على ارضها، تعودت بانه هي حتى تربح بنتائج كبيره. لما منتخبنا بيشوف هذا الدعم رح يكسر شوي حاجز الرهبه اللي موجود بموضوع استراليا. 83 ألف متفرج بملعب سيدني هو رقم هائل كتير، كتير من الصعب مواجهته، بس لما بصير في 11 ألف سوري أو 12 ألف، لما الجالية السورية بتبلش استقبال من المطار حتى بالمباريات الماضية كان في هتاف للمنتخب السوري. عم تسمع وانت عم تحضر المباراة كان في نسبة كبيرة كمان أطول علم كمان رح ينفرد بقلب الملعب بسيدني 50 متر طوله. فعلا يعني هو دائما بيقولوا المنتخب السوري وين ما راح في له جمهور، يعني شفنا حتى بماليزيا كان في تعاون كبير من الجاليه السوريه بماليزيا حتى هن يهونوا على بعض الوصول للمدينه ملكه اللي كانت عم تصير فيها مباراه المنتخب. في كثير اشخاص ساعدت بانه هي كل الجاليه تحاول قدر الامكان تتواجد. ذات الشيء عم نشوفه حاليا باستراليا، في رجال اعمال كثير ساعدوا الاشخاص لحتى انه هن يشتروا البطاقات للمباراه لحتى يدخلوا على الملعب. نتمنى بانه هي المؤازره نشوفها كثير مؤازره حقيقيه بالملعب. الجاليه لحد الان عم تقدم كثير دعم بالنسبه للمنتخب، نتمنى هذا الدعم يستمر ويكون ايجابي بالملعب، لانه يعني من الضروري مباراه استراليا ممكن تكون مختلفه جدا عن كل شيء واجهناه بالسنين الماضيه. استراليا منتخب كثير صعب، عنده بارضه قدرات كثير كبيره، ريح بعض اللاعبين بمباراه الذهاب لحتى يكون جاهز بمباراه الاياب، لهيك الجمهور راح يكون له ممكن دور كثير كبير لحتى يساعد المنتخب. يعني هني سريعان توقعاتك للعبه بكره؟ يعني بالتأكيد الأمور صعبة جدا، يعني نحن دائما متفائلين بالمنتخب، بنعرف بأنه المنتخب رح يلعب مثل العادة للدقائق الأخيرة. ممكن الظروف صعبة، لكن يعني في عندي توقع أو أمل بأنه منتخبنا بكرة رح يتعادل 2-2 ويتأهل إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. كلنا أمل بأنه منتخبنا نصور قاسيون يحقق نتيجة مرضية، لأنه كل السوريين يمكن ضبطوا ساعتهم على توقيت بكرة على توقيت المباراة. هاني سكر الصحفي المتخصص بالمجال الرياضي وكرة القدم، شكرا لوجودك معنا وللمعلومات اللي قدمت لنا إياها، شكرا كثير. شكرا لكم، بالتوفيق لمنتخبنا. شكرا لك. أما هلأ أريج بنروح على جولة على آخر الأخبار الثقافية، ورح نحكي عن عم تشهد سوريا والعالم بمختلف المجالات، والبداية رح تكون من دمشق. يعقد المجلس المركزي لنقابة المعلمين اجتماعه للدورة النقابية العاشرة بحضور أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ياسر الشوفي والدكتور محسن بلال. الكاميرا الإخبارية السورية رصدت الأجواء ورجعت لنا بالمادة التالية مع زميلتنا لينا شايبون. بالعلم والعمل نحمي الوطن ونبني الإنسان، شعار اتخذه المجلس المركزي لنقابة المعلمين خلال اجتماعه لدورة النقابية العاشرة بحضور رفيق ياسر الشوفي عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع القطرية، والدكتور هزوان الوز وزير التربية، ونايف طالب الحريري رئيس المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين. اجتماع تم خلاله مداخلات لأهم القضايا النقابية والتربوية، وطرح لأهم المشكلات والهموم النقابية، ومناقشة كافة المجالات المتعلقة بالمناهج الدراسية وحقوق وواجبات المعلمين وغيرها. اجتماع اليوم ركز فيه على الدور العقائدي للمعلم في تربية الجيل وإبعاده عن مواطن الجهل والتخلف الذي رادت العصابات المجرمة أن تأخذه إليه أو تجره إليه، والحالة الثانية هي الدور النقابي ودور رفاقنا المعلمين في الاستحقاق الانتخابي القادم الذي سيتم في مطلع العام القادم. وتم التأكيد والتركيز على أن يتم اختيار القادة النقابيون الذين سيقودون العملية التربوية في سوريا أن يكونوا من الأشخاص ذوي الخبرة والكفاءة. كان هناك عدة محاور تم التطرق إليها، ما يتعلق بأولا المدارس الخاصة يعني وضرورة أن تؤدي التزاماتها نحو خزانة تقاعد نقابة المعلمين، وهذا الأمر طبعا في تنسيق سابق مع زميلي نقيب المعلمين لمعالجة هذا الأمر، لأن هذه الالتزامات هي حقوق لجميع زميلاتنا وزملائنا المعلمين على مساحة الوطن فيما يتعلق بخزانة التقاعد. أيضا كان هناك محور حول ما يتعلق المسابقات، يعني وأنا أقول الآن من خلال وسائل الإعلام أن مسابقة معلمي الصف بعد أن تم
تعيين عدد الذين أعلنت الشواغل لهم، ما تبقى من المتسابقين سيتم تعيين الجميع، يعني كل من نجح في مسابقة معلمي الصف. سأل بعض الزملاء فيما يتعلق بالمناهج المطورة، تم وضع الزميلات والزملاء في عمل اللجنة التي تم تشكيلها، وقد يعني كما أنا سبق قد ذكرت تم تقسيم الأمور والملاحظات، يعني تم تعميم استبيان أداة بحث لجميع الزميلات والزملاء في جميع المحافظات، وتلقى هذه طبعا النتائج هي كأداة بحث، وتم تقسيم إلى ثلاثة أقسام. هناك ما هو فعلا بحاجة إلى معالجة فورية وقد قامت الوزارة بذلك، هناك ما القسم آخر ما يحتمل النقاش يعني وتم تحويله إلى المختصين. في هذا الاجتماع طبعا سيتم مناقشة كافة الخطط المقدمة لهذا الاجتماع، وسيتم إقرارها كخطط عمل مستقبلية لمدة عام كامل. وأيضا تم التركيز من خلال هذا الاجتماع على العملية التشاركية ما بين نقابة المعلمين من جهة وبين وزارة التربية، بالإضافة إلى أنه تم التركيز أيضا على دور المعلم الوطني ودور المعلم السياسي، باعتبار أن المعلمين بعثيون بسلوكهم وبخصالهم. ما يهمنا هو أيضا وضع هذه المحاور ونقاشها. هناك أمور تنظيمية تم نقاشها اليوم، نحن على أبواب نهاية دورة نقابية انتخابية، سيتم هناك انتخابات على مستوى القواعد الوحدات النقابية وصولا إلى رأس الهرم. أيضا محاور تربوية تم نقاشها مع السيد وزير التربية، كافة الملاحظات التي ترد من المحافظات أي الفروع النقابية. أفكار وطروحات تمت في اجتماع شامل للمجلس المركزي لنقابة المعلمين للخروج بمعطيات تنعكس إيجابا على العملية التربوية والنقابية. رح ننتقل لخبرنا التالي، حيث شهدت الأكاديمية السورية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في محافظة اللاذقية تخرج دفعة جديدة من طلابها في اختصاصات هندسة الحاسوب والنقل البحري وإدارة التسويق. مراسلنا مازن محمد تواجد بالحفل ومنتابع مع بعض التفاصيل. دفعة جديدة من خريجي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري باللاذقية انطلقت بكامل تأهيلها وفي اختصاصات هندسة الحاسب والنقل البحري والإدارة والتسويق. نحن ركزنا أن أولادنا دول ما كانوش بس جانب دراسي في الأكاديمي، لا تطبيقي. بالنسبة للحاسب في معامل معملية ومخبرية، شاركوا في برمجيات مسابقة البرمجيات، راحوا زاروا مصر واشتركوا معاه في مسابقات أخرى. إخواننا بتوع الإدارة والنقل الدولي اشتركوا في تدريب عملي، بعضهم راح المرفأ واشتغل فيه، بعضهم راح البنوك وشارك. الحقيقة احنا جادين ان احنا دايما ولادنا يكونوا خدوا الجرعة التدريبية العملية الكافية تخليه خريج مواكب العصر الحديث. يأتي تخريج أبنائنا الطلاب في هذا اليوم متزامنا مع انتصارات جيشنا البطل في كافة المواقع، وبطبيعة الحال التعليم العالي خطى خطوات كبيرة في الماضي، وحتى في ظل الأزمة بقيت منظومة التعليم العالي متماسكة واستمرت في تخريج أبنائنا الطلاب الذين سيساهمون حتما في إعادة إعمار سوريا. حضر حفل التخرج عدد من الشخصيات الرسمية وعدد من ممثلي السلك القنصلي والدبلوماسي في سوريا، وتضمن حفل التخرج عرض فيلم تجريبي قصير يتضمن نشاطات الطلبة في الأكاديمية وأنجازاتهم. أنا خرجت قسم النقل الدولي واللوجستيات، طموحي أقدم طبعاً كفي ماستر كفي ماجستير ومن بعدها دكتوراه إذا الله راد. أكيد فرحة كتير كبيرة وكلنا ناطرين بعد هاي السنين، يعني هاي هاليوم. هي الحقيقة فرحة 4 سنوات تعب وجهد والليالي سهرناها، وإن شاء الله يا رب هذا التخرج بيكون بداية مرحلة جديدة لإعادة إعمار سوريا. إن شاء الله يكمل دراسات عليا ويفتحوا لنا باب تسجيل بالأكاديمية. مبسوطين كتير، صلنا 4 سنين ناطرين هاليوم، وإن شاء الله متأملين كتير لقدام، بدنا ندرس بدنا نكمل، وإن شاء الله يفتحوا لنا هون مجالات أكتر إنه نعمل دراسات عليا. إن شاء الله يكون مستقبلنا حلو مثل هاليوم. هي أحلى فرحة بالعالم ونتمنى كل العالم يجربوها، وأي عمل بيساهم بإعادة أعمار سوريا رح نشتغل عليه، وهذا الشيء أكيد. رغم ظروف الحرب على سوريا إلا أن مسيرة العلم لم تتوقف، بل زادت الطلاب عزيمة لتحويل المحنة إلى منحة وقدرة على التحدي واكتساب أعلى درجات العلم والمعرفة.
أريج خبرنا التالي من مصر، حيث انطلقت فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته 33 بحضور نجوم وصناع السينما العرب. مهرجان الإسكندرية بدورته 33 حمل شعار السينما والهجرة غير الشرعية، وتعرض فيلم 25 دولة أفلام، كما تحمل الدورة لهذا العام اسم الممثل المصري حسين فهمي تقديرا لمسيرته ومشواره السينمائي الذي امتد لقرابة نصف عام. وتحل إسبانيا كضيف شرف للدورة 33 التي تستمر حتى 12 من تشرين الأول. هي كانت جولتنا الصباحية لليوم على أهم الأخبار الثقافية. فاصل ومكملين باقي فقراتنا. تنظم مبادرة أحباب يا بلدي فعالية هنا لنا اثنان في حفل فني خاص يستضيفه مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون بمشاركة كوكبة من نجوم الفن في سوريا يومي 21 و22 من تشرين الأول الحالي، يليهما حفل عشاء خيري تكريمي خاص يوم 24 من الشهر نفسه. ويذهب ريع هنا لنا اثنان لحلب والأيادي البيضاء من جنودة المجهولين من عمال أطفاء كهرباء وإسعاف والبلدية وجميع العاملين في القطاع الحكومي والخاص. وعالم الموسيقى نور ما له حدود، واليوم وصلت الموسيقى ليكون إلى مساهمة فعالة وتأثير بيحمل مقومات النجاح للعديد من الفعاليات المجتمعية يلي بتترك أثر إيجابي بالمجتمع السوري. واليوم شو رح نتذكر به هنا لنا اثنين؟ رح نتذكره أكثر مع المؤلف الموسيقي سمير كويفاتي. يسعد صباحك أستاذ سمير. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخير. يسعد صباحك. يسعد صباحك. من أهل البيت، ودائما لما نقول الفنان سمير كويفاتي يعني بنحس حلب معنا اليوم. تسلمي يا رب، هذا شرف. يسعد صباحك. نحن رح نبتدي نحكي عن الفعالية، بس بالأول نروح لنشوف مقتطفات من برومو عن هنا لنا ونرجع ونتابع حديثنا مع الفنان سمير كويفاتي. تذكروا أستاذ سمير، أهلا وسهلا فيك مرة تانية. خلينا بالبداية نحكي عن هنا لنا، نتذكر مع بعض يمكن أهم النشاطات والفعاليات الفنية، دائما يمكن في بصمة وأثر خاص لهنا لنا بنستذكر من خلالها مشاعرنا وأحاسيسنا، وبحضورك كمان في تميز استثنائي بيكون فينا نقول. هلأ أول شيء أنا شرف لي أنه أكون مع أحبابي يا بلدي أو نشتغل معهم. يمكن بورد كلمة بالحديث انه موضوع نتذكر، لما عم تقولي لي خلينا نتذكر فعليتنا. الله يطول بعمره استاذ دوريت، دائما له بصمات واضحة بأي من زمان. انا من ايام مهرجان الاغنية السورية بنشتغل مع بعضنا، ودائما له بصمة واضحة، له رأي بيكون بمحله مثل ما بقوله. ما بعرف إذا بدي أفضح شيء، بس لازم أقول لأنه أنتم من يعني من العزيزين جدا، والمحطة كمان هي عزيزة على قلبي. خليني ما أفضح شيء عن شو اللي بدي يصير، بس نتذكر هو أستاذ دوريت حب يكون موضوع السنة نتذكر. يعني هنا لنا نتذكر، هنا أنا من الماضية أنا قلت بأكثر من محطة وأكثر من تلفزيون. دائما انا كنت عم بقول لما أنا عم نقول هنا لنا كانه عم نذكر، عم نضل من نذكر ومنعيد انه هنا لنا. انا يعني كان رايي انه ما نعيد الكلمه كثير، لانه هذا الشيء مفروغ منه. يعني انا اذا يعني بدي اقول لك شغله بديهيه ما بتضل برجع عيدها. بس هي
كانت كثير حلوة إنه كان منوعة كثير المرة الماضية، فنانين دراما كثير كانوا بيقدموا، كل واحد غنية مطرب بيطلع المطرب بيغني غنية، وكانت الموسيقى لايف، وكانت الحفلة عبارة عن فعلا احتفالية منوعة، العالم اجوا انبسطوا وسمعوا. هالسنة ارتقى استاذ دوليت طبعا انه يكون الوضع شوي مختلف، وكنا نحن كمان كلجنة مع احباب يا بلدي حابين نختلف شوي. نتذكر استاذ دوليت حط مسرح الشوك اللي كل العالم صراحة من جيلنا نحن بنتذكره، وأنا باستمرار بشوفه على اليوتيوب وبستمتع. الجيل الجديد استغربت شغلة أبداً، بيحب بس يعني ما بيعرفهم مثل عادة، يعني ما هو شايفهم مثل عادة إلا من خلال اللي بيطلع على التلفزيون مثلاً. الله يرحمه الفنان الكبير عمر حجو، كان له هو الفضل بمسرح الشوك. استاذ دوليت بصراحة حب يعمل قسمين الحفلة، نتذكر مسرح الشوك بعدد من اللوحات الحلوة اللي أنا بحبها كتير. برجع بقول أنا كل ما أشوف لوحة المسرح اللي كانوا عاملينها مع أستاذ رفيق إسبيعي وأستاذ دوليت وأستاذ عمر، الرياح وأكلت أخته، يعني ما حدا بيعرفه من الجيل الجديد. تصوري أنت 5 لوحات من هدول ينعرضوا اليوم للعالم مع فنانين دراما اللي كلياتنا بنعرفهم. القسم الأول رح يكون عبارة عن لوحات غنائية راقصة من أغاني أبو خليل أبان. اليوم نحن كمان قدام جيل عم يروح على أغنية الله يسترنا من بعدين. لما نتذكر كلياتنا قديش كان في عنا أغاني وألحان راقية مثل هدول، ومنرجع منعيدهم بسيستم جديد بتوزيع جديد، لوحات رقص. تهيأ لي أنا متفائل هالسنة أنه حط إيده على الجرح أستاذ دوليت تماما، أنه بدنا نتذكر هذول الأمرين. يعني إن شاء الله الله يوفقنا ونكمل هيك إن شاء الله يا رب. يعني وقت أستاذ القدير دوليت لحام يطل علينا أو يترك بصمته بأي عمل لحالة، ذاكرتنا بترجع على وراء، نتذكر لحالنا تماما. ايه. بس نشوف شخصيته، نتذكر لحالنا أشياء من الماضي. اليوم كيف تم انتقاء يعني هالنقاط يلي حبيتوا تركزوا عليها وتسلطوا الضوء عليها وتتذكروها بنتذكر؟ هلا شوفي يعني انتقاء راح افصل لك اياها. انتقاء المواد صراحه الغنائيه انا والاستاذ عدنا نقيناها. اللوحات المسرحيه اللي راح تكون طبعا استاذ نقاها. نحن قعدنا اكثر من مره مدام عبير لحام، ما في داعي انا اقول قديش بتتعب المدام لبين ما توصل. بصراحه توصل هيك احتفاليه هي طبعا، وباقي احباب يا بلدي كلهم مشكورين بدون استثناء. كلنا وجهنا تحيه اكيد، كلنا وجهنا عم بيشتغلوا كل القائمين على المبادره، يعملوا تظاهره او احتفاليه. الفرق اللي شفته بينهم وبين غيرهم انه عم بيعملوا جهدهم ليعملوا احتفاليه ينحكى فيها بعدين، مو يطلعوا العالم من هون من المسرح لبرا مجرد ما ركبوا سياراتهم كانوا بس هيك بحفله وبس ونسيوا. يعني بيطلعوا من المسرح يتذكروا كل الفعاليه نوعا ما. فهذول المواد اللي انتقيناها مثل ما قلت لك يعني ما في داعي انا اقول له الاستاذ والله استاذ دوليت عرفان تماما اللوحه المناسبه لهيك شغله، وهي رح تطلع مهضومة بتهيألي. اليوم نحن لما عم نجي بنحضر حفلة أنا عم بلاحظ شيء غريب فعلا. هلأ صار كذا مرة إن كان غنائية وإن كان مسرح وإن كان في شيء عم بحسه للأسف إنه عم بطلع من الباب ما عم بترك أثر عندي عن جد. يعني في شيء مهم عم بيصير بشيء بيزعل، عم تطلعي من أي شيء. حتى كنتي بمسرحية، كيف نحن بنطلع من فيلم سينما بنضل منفكر فيه وقديش بيترك عنا شيء؟ نحن صايرين هون التأثير هذا عم بيخلص مجرد ما تطلع من الصالة للأسف الشديد.
رح اقول لك على الموسيقى شغله قبل ما يدركنا الوقت لحتى نكون مثل ما بقولوا حكيت شيء عن اختصاصي حاجه احكي عن دراما. الاغاني اللي اجمل اللي الموسيقى الدراميه حضرتك قمت فيها فالاغاني اللي لا لك شغله حتى ما نبخس حق حدا حرام كل العالم عم بيشتغلوا استاذ علي حمدان فرقة الجلنار هي اللي راح تشارك بالرقص اللوحات السته. راح اقول لك انه انا هدول الاغاني معظمهم اشتغلتهم يعني بس كنت متردد اقلكم ولا ما اقلكم مشان ما اكبر حالي والله ما حلوه من شيء 25 سنه او اقل شوي يعني 22 يعني كان عمرك 7 سنين وقتها ما كثير برافو يعني تمام. انا وقت كان عمري 7 سنين اشتغلنا الاغاني بمهرجان الاغنيه السوري بال 97 لما كنا انا استفدت كثير من اللي كانوا يعني اساتذه الله يرحمهم هلا كان استاذ عبد الفتاح سكر الاستاذ سهيل عرفه والاستاذ عبد الله ابو الشامات وابراهيم جوزر كلهم كانوا موجودين. لما كان يجي هيك شغله لابو خليل اباني مشح لنا ننفذه بدنا رايدين ننفذه بجديد ننفذه بشكل تقليدي اللي عم بيطلع يعني عادي هيك يطلع مطرب او مطربه كذا. هالمرة لما في شغلة عن الأستاذ دوليد كمان بدأ أفضحه فيها بيحب المودرن كتير بيعكس بعض الناس التقليديين الديمقراطيين بيحب المودرن يعني بيحب التوزيع الجديد وأنا هذا الشيء بحبه كتير فيه. يعني مثلا لما بكون عم بعمل شيء نحن بنقول له كفاريشن جديد بالتوزيع بالموسيقى لما بسمعه ما بستهجن للموضوع بيجي بنبسط للموضوع. هلا بالنهاية أنا ما عم بعمل لشخص أو اثنين أو ثلاثة أو لجمهور صالح، لا أنا عم بعمل كمان للذكرى والتاريخ لأنه أنا لازم أجاري العصر. اليوم البني آدم هذول الشباب الصغار الجونيس الشبيبة خليني أقول اليوم فيك تقولي لحد عمره بين 20 و 30 سنة أنه خود اسمع محتيالي يا رفاقي يعني اما اذا انا يمكن ترجع هي بتلعب على الوتر لما تعيد توزيعها بطريقه سريعه بتلعب يمكن انا اذا قدمت له اياها لهذا الشاب او الصبيه بشكل كثير فاريشن جديد ومهضوم وخفيف ومو طويل كثير وبعيد وبسؤول يمكن يتقبلها. كمان بدي اقول لك بالحفله راح طبعا ما بقدر انا بلا ما فينا نقول الاغاني السته شو هن شو الاغاني السته اللي بدك تشارك فيهم. راح اقول لك راح يكون في غنيتين بس سولو انا ميادة ما بقدر بلاها لازم تكون موجوده عشان تجيني بركه نحن كلنا ما بنقدر بلا ست ميادة كلنا ميادة بنوجه لها تحيه اذا بتحضرنا ميادة الاغنيه وحده من السته محتيالي يا رفاقي اللي عم نحكي فيها هي مرشح صعب وميادة بتغني من زمان كمان كان عمرها 7 سنين يعني مش 20 سنه كنتوا بالمدرسة سوا وقتها كنا سوا ايه انت مصرة تحمي العالم قديش على كل حال هي قديما بتغني كتير وبتحبه فانتقينا هو لأبو خليل أباني محتيالي يا رفاقي معنا كمان خلدون حناوي هالشاب الكربوش صوته حلو انا كنت كان لي رأي انه هو يغني كمان موشح محبوبي هدول صاروا اثنين عندنا أربعة بطولة كورال فقط مع فرقة الرقص جولنار الأربعة بطولة الرقص ستة عم برقصوا عليهم بس الأربعة بطولة كورال مشكورين كورال سوريا بدي وجه لهم تحية كلهم لأنه هدول الشباب والصبايا اشتغلوا معي هلكتهم رسمي يعني ما بتعزبهم ابدا كثير بس على مدار 16 سنة عملت لهم معسكر لبين ما خلصنا انت متوقعة ست اغاني على 16 ساعة المعسكر بتعملهم يابا إن شاء الله فيها طيرة طيرة يا حمامة كلهم اللي عم بقولهم بتوزيع جديد فيها مسعدك صبحية فيها غصن نقاء مكللا بالذهبي في وحدة بالذي أسكر هلا هدول الستة إذا جمعتيهم مع بعضهم رح ياخذوا 20 دقيقة ماكسيموم يعني هدول اللي رح تقدموا السنة شيء جديد وبالإضافة للوحات اتوقع انه في تنوع خاص بهنا لنا هالسنه عن جد في تنوع خاص في طرح جديد فينا نقول ايه كمان اتوقع انه شغله نتذكر شغله كانت صائبه وبمحلها يعني اليوم لما نحن ما هي شغلتنا انه
وشغلة أبو خليل أباني بصراحة الإضاءة علي الإضاءة على 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 قصة أبو خليل أباني انطرحت كتير بس بطريقة مختلفة بس بعدد كذا طريقة كمان لحتى أفضح أخيرا كل شيء رح يكون في أبو خليل أباني ما رح أقول مين ثم فجأة رح يكون في أبو خليل موجود بالسهرة يمكن عرفت يعني يمكن عرف عرفتي أستاذ علي كرية رح يكون على السكرين على الشاشة عم بيتفرج على على إنتاجه بس بطريقة 2017 تعرفتي شو يعني قديش فكرة جديدة يعني ايه وحلوة هي كانت انطرحت بالمهرجان بس السنة كتبت أستاذ دوريل بشكل حلو رح يحضر معنا السهرة هو ولكن من خلال الشاشة خلال الشاشة طبعا رح يحضر معنا السهرة وراح يشوف انه تهيألي انه عم بيقول انه انا ماني متوقع انه عملته هيك باغانيه بقى يا بقول الله لا يعطيه عافيه لفلان يا بيقول بدكم كنتوا على قد الامانه ايه انا بتوقع العالم لازم بقى نحن نتذكر شوفي ليش خلينا نتذكر الشيء الحلو خصوصا لما تتذكر قامات فنيه كبيره في اسماء للأسف لازم نتذكرها نسترجع من وقت لاخر يعني قامات نكون لها كل الاحترام والتقدير طبعا. يجب حتى تذكرها من خلال دار الأوبرا من خلال المسرحيات والمسلسلات أكيد فبنا نوجه تحية لا ليش شغلة تغير الوضع خليكي وأكيد بتعرفوا كلكم تغير الوضع اليوم فيكي تتذكري الشغلات الحلوة وفيكي ما تتذكريها بإيدك القصة من زمان كان يطرح على التلفزيون شغلات اللي هن بدو يذكرونا فيها نحن من نتقبلها اليوم انت اذا حبيتي تتذكري بتفتحي الانترنت تتذكري وبتشوفي وبتعرفي انا بقول انه دائما اللي بدنا نتذكر الشيء الحلو مثل ما قلتي قبل شوي صح تماما انا هون بهالمحل كنت ادخل وشوف فيترين عم بيعرض سيديات هون بالمكان عم بيعرض سيديات وعم بيعرض شغلات قديمه ولناس مرتبين اليوم ما عاد في هذا الموضوع بصراحة أنا ما عم بشوفه ولا شفته صلي زمان فكل يعني إذا نتذكر شيء منيح هو بإيدنا يا منتذكره يا منتجاهله وبنسترجعه بإيدنا كمان وبنسترجعه بإيدنا يعني لهيك يعني عم بيتم إقامة هيك فعاليات مهمة وعم بينشغل عليها بطرق يعني فيها نوع من الحداثة لحتى نرجع نتذكر ماضينا برؤية جديدة وعين جديدة اليوم أستاذ سمير قديش الموسيقى هي بالفعل عم تساهم بنجاح عدة فعاليات مجتمعية عم تترك بصمتها اليوم بالمجتمع السوري يعني أي فعاليات ما عم تكون بس مجرد تطوعية عم بيكون فيها يعني طابع ثقافي وأيضا حمل ومسؤولية على الفريق يمكن اللي عم بيقوم بهالفعالية اليوم قديش الموسيقى عم تساهم بنجاح هيك فعاليات مجتمعية هلأ خلينا نكون واضحين الموسيقى بتساهم بنجاحها وبتساهم بفشلها أحيانا لأي يعني أي مناسبة دخلت فيها الموسيقى الموسيقى ما لها طابع واحد هو دائما النجاح صراحة خلينا نقول بكل شيء بالفنون في شيء منيح وفي شيء مو منيح في شيء حلو وفي شيء مو حلو أنا ضد اللي بيقول إنه ما في شيء بيعجب وما بيعجب دائما الموسيقى حلوه لا بالعكس لا في الموسيقى حتى ايام ام كلثوم كان في اغاني تسمى الطقطوقه يعني احيانا يعني الموسيقى ما بتكون دخيله فشل او دخيله لحتى ما 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 تساهم بنجاحها بصراحه خليني اوضح لك اكثر انا اليوم اذا بجيب نص لجبران خليل جبران وبعطيه للي عم بيعمل الدنيا زي المرجيحه مدري شو ما بغض النظر بجوز يكون هذا ملحن منيح بس ما بعتقد بجوز تقولي له خذ لحن هيك نص او كذا يعني انت عم ترمي يعني بصراحه شغلات كثير قيمه بايدين ناس ما بيعرفوا قيمتها الموسيقى بدها تكون موجوده بمحل تساهم بنجاح اي احتفاليه او فعاليه او بده يكون انا برايي انه موظفه ولا دور يعني انا اليوم لما بجي بمد ايدي على على أنا بسميهم كنوز هدول بسميهم هدول كثير شيء أنا بقول له أحيانا للأستاذ أستاذ دوريل بقول له أستاذ أنا بلاحظ أنه في عنا
كلام كتير عادي من زمان، كان الكلام احيانا طبعا مو بالكل كلام عادي كتير بألحان كتير مهمة. اليوم احيانا بنشوف ألحان يعني بتهوي على كلام كثير، ويمكن لهيك لما نقول هيك مبادرة وهيك فعالية يقوم عليها أساتذة مثل حضرتك والأستاذ دوريد اللي قاموا على مهرجان الأغنية السورية اللي هو تاريخ يعد، يمكن خرج كثير من الفنانين هون هون التذكار الجميل. نحن كمان للأسف الشديد أنه في منهم لحديث الآن برأيهم أنه مهرجان الأغنية السورية ما قدم شيء. من أجمل المهرجانات كانت مهرجان الأغنية السورية، أنا اشتغلت فيه بكل الدورات وكان لي شرف أنه كنت واحد من اللجنة وأولادك غنوا فيه، كنت واحد من الأولاد كانوا صغار. أنا كنت من أوله من أوله لوقت ما وقف، يعني نحن كنا صغار ننطر مهرجان الأغنية السورية. أستاذ دوريد لحام راح حب يعمل بمهرجان الأغنية السورية أغنية الطفل. ممكن تقولي لي هلا نحن يا نور هلا تعي نتذكر من 20 سنة لهلا طلع عنا أغنية للطفل نحن بعد أغنية غسل وشك يا أمر بالصبر. بس طلع عنا أغنية للطفل للأسف الشديد. راح أقول لك شغلة، وكانت هي اللفتة كمان الأستاذ دوريد جميلة لما يكون فيه. نحن عندنا مشكلة بالموسيقى بشكل عام بهالبلد، كلياتنا ملحنين وكلياتنا عباقرة وكلياتنا جهابزة وكلياتنا منفهم وكلياتنا مننقل وكلياتنا منعطي رأي وكل كلها. وأكبر دليل لو ما بدي أطلع على الموضوع لأنه وقتكم وقتنا خلص، عم يقولنا الشباب بدنا ناخذ موجز. أخيرا بدي أقول لك شغلة، آخر كلمة، نحن من شغلة المناهج حتى اللي صارت مؤخرا بالبلد تكتشفي انت انه كل العالم شعراء وكل العالم ينقدوا وكل العالم عنده الراي وكل تماما. انا ماني ضد انه يكون، انا ماني ضد تصحيح اي خطا، بس انا ضد الجهابزه الهائلين اللي عم يطلعوا منا. انا اخيرا ما بدي اخذ اكثر من وقتي ولا من وقتكم، انا بدي اتشكركم كمان وقريب. احنا سعيدين ودائما انتم صبايا حلوات وتجوا على على مواضيع كثير مهمه. الله يعطيكم العافيه. بدي اتشكر مدام عبير محام استاذ دوريد على شغله، احباب بلدي كلهم، وان شاء الله 2021 بالشهر رح يكون هون. انا بتفائل دائما انه هنن احباب يا بلدي عم بيحاولوا فعلا يضلوا يقولوا ويذكروا انه نحن هنا لنا، أو بدي أتمنى التوفيق لألون جميعا. شكرا أكيد كثير. نحن تشرفنا ودائما نتشرف بوجودك معنا اليوم. شكرا. أستاذ سمير شكرا. وكل التوفيق لكم، وإن شاء الله على قد المجهود اللي مبذل بي هنا لنا يتم حصد يعني النجاحات والصدى اللي أنتم متأملين فيه. بنحب نذكر أنه الإخبارية السورية هي الراعي الإعلامي لفعالية هنا لنا. هاي شغلتكم مش أكيد. أنا بوقف عند هون. أنا بنتشكرك الأستاذ سمير كويفاتي، نوجه تحية كمان للفنان الكبير دوريد رحام. نحن بنعتز نفتخر بأسماء كبيرة مثلكم. كمان من 7 سنين، من 7 سنين يعني من 20 سنة. شكرا كثير لك. أما هلأ مشاهدينا ننتقل لغرفة الأخبار للاطلاع على آخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلي بهاء خير. يسعد صباحك بهاء. يسعد صباحك نور. موجز الأخبار بعد الفاصل. أهلا بكم. بدأ في مدينة سوتشي لقاء الوفد الفني والاستشاري السوري الذي يزور روسيا مع الوفد الفني والاستشاري الروسي، وذلك لبحث البروتوكول المقدم من الجانب الروسي. هذا وكان الوفد الحكومي السوري برئاسة وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم قد وصل إلى مدينة سوتشي في زيارة رسمية، وذلك للمشاركة باجتماعات اللجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة. أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن معركة حلب غيرت مسار الأحداث في سوريا، وتم إخراج تنظيم داعش الإرهابي من كل أو من شرق حلب وشرق حمص وحماة وتدمر. وأشار السيد نصر الله إلى أن تنظيم داعش الإرهابي وجود سرطاني ولا ينفع أن يقطع جزء منه، ويجب حسم المعركة وجوديا معه، مضيفا أن المعركة ضد التنظيم الإرهابي تتقدم بقوة، والذي يؤخر حسم المعركة هم الأمريكيون، لأن سلاح الجو الأمريكي يمنع التقدم باتجاه بعض مناطق وجود إرهابي داعش.
جدد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة اليوم، وشن طائراته غارات جديدة وقصفت مدفعيته وسط القطاع. وأفادت وكالة معا أن المدفعية الإسرائيلية والطائرات قصفت منطقة أبو صفية شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة شرق رفح قرب معبر كرم أبو سالم، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في منازل وممتلكات الفلسطينيين. أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخروف أن موسكو سترد بالمثل على تقييد عمل شبكتي آرتي الروسية ووسائل الإعلام الروسية الأخرى في الولايات المتحدة. زخروف قالت في مقابلة مع قناة NTV الروسية إن الإجراءات المتخذة ضد قناة آرتي الروسية تعتبر حالة خاصة، حيث سخرت الولايات المتحدة ضد هذه القناة كل ما لديها من الآليات بما فيها الأذرع الإدارية والدعائية على أراضي الولايات المتحدة. بعد أسبوع من الاستفتاء الذي منعت مدريد إجراءه والذي تسبب بأزمة سياسية غير مسبوقة في إسبانيا، نزل مئات آلاف الإسبان إلى الشوارع للتعبير عن معارضتهم لاستقلال هذه المنطقة الإسبانية. وهتف الحشود الذين كانوا يحملون آلاف الأعلام الإسبانية لتحيا إسبانيا في مشهد غير مسبوق منذ انتهاء نظام الدكتاتور فرانشيسكو فرانكو في عام 75. تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2018 بروسيا عقب فوزه على الكونغو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما باستاد برج العرب في الجولة الخامسة من إفريقيا المؤهلة لكأس العالم في روسيا. جاء تأهل منتخب مصر عقب احتلاله قمة المجموعات الخامسة بعد مرور خمس جولات من فعاليات المجموعة برصيد 12 نقطة من أربع انتصارات، بينما لقي هزيمة واحدة أمام أوغندا بهدف نظيف. الله يا بلد الله، محمد صلاح فك الاشتباك، الله عليك يا صلاح. ختام الموجز، والآن عودة للزميلات في استوديو صباح نغير. شكرا لك بهاء. اما هلا مشاهدينا بننتقل لفقرتنا الاخيره، ويمكن اريج هي الفقره بتهم كثير من المشاهدين اللي عم يتابعونا. تماما نور، يعني الحصول على فرصه عمل واغتنام فرصه جديده بسوق العمل لهدف كثير من الشباب الطامحين الباحثين عن فرصه جديده اليوم، سواء كانوا خريجين جامعيين او لا، بيبقى لكل فرصه عمل مفتاح يجب ان يدرك المتقدم له اهميته. اكيد اريج تعد السيره الذاتية أهم مفاتيح الحصول على الفوز بفرصة عمل والسفير الأول للشخص أمام مدير الموارد البشرية. للحديث أكثر عن كتابة السيفي بيسعدنا نرحب بعلاء العائدي أخصائي الموارد البشرية. سعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. شو الأخبار، كيفكم؟ أهلا وسهلا فيك. يعني كل الأشخاص اليوم المقبلين على عمل جديد أو حتى عمل لأول مرة، في مفتاح لهالعمل هو السيفي. شو أهم الصفات الإيجابية الجيدة لازم تتوفر بهالسيفي لحتى يتم قبوله بالنهاية يعني ويكسب الشخص فرصة عمل؟ مرة تانية صباح الخير من جديد. السيفي مثل ما خبرتيني من شوي هو مفتاح وصولي لحتى لاقي شغل، هو مفتاح الوصول لمقابلة العمل، هو جواز سفر بصراحة كمان فيني أقول، لأنه هو جواز عبورك لأي شركة أنت بدك تشتغلها، فهو أداة رئيسية لحتى تلاقي شغل، هو ما له أداة أساسية، ولكن هو واحدة من الخطوات لحتى أنا أقدر لاقي شغل في رحلة بحثي عن عمل. فأنا بقول لأي حدا هلأ عم يشوفنا عبر الأخبارية السورية يحاول يسجل معنا أهم النقاط اللي أنا رح حاول أذكرها اليوم اللي هي متعلقة بموضوع CV أو السيرة الذاتية. هي نقطة مهمة سيد علاء، لأنه في كتير من الأشخاص لما يتقدموا لمقابلة عمل ويقدموا CV-ين بيكون عندهم يمكن خبرة طويلة وسنوات من العمل بقطاعات أخرى، وتوظيفها بالCV بيكون بطريقة خاطئة، يعني بيكون فعلا في نقاط ضعف. لازم يكون CV-يك لما تقدمه لأي جهة يكون في نقاط قوة أنا كمدير موارد بشرية استند عليها نوعا ما، فينا نقول. هلا اليوم السيفيات متنوعه، ولكن في نموذج امريكي انا دائما بحب انصح فيه. النموذج الامريكي لكتابه السيره الذاتيه ببلش اني انا حاول ببدايه CV اني حاول استفز HR ايجابا، يعني حاول اني اخلي موظف الموارد البشريه يشوف CV تبعي ويقتنع فيها من البدايه. رح اقول شغله كثير مهمه،
موظف الموارد البشرية، وحتى أنا بشتغل موارد بشرية، فبشوف دايماً أنه بيكون في عندي عدد هائل من السيفيات. بحاول أني ما أعطي أكثر من السيفي 15 ثانية، وأي حدا اليوم يعني بيشتغل بإدارة الموارد البشرية ما بيعطيها وقت كتير. فاليوم اللي عم يسمعنا يحاول يركز كيف أنا فيني ألفت انتباه موظف الموارد البشرية بالسيفي تبعي من البداية. لهيك في عنا مجموعة من النصائح اللي أنا حابب أقولها. البداية دائماً عنوان السيفي لحنا هو اللي لازم يلفت أي حدا عم يقرأ. التايتل، في كتير أشخاص بيكتبوا سيفيتهم باللغة العربية، وأنا ما بنصح الحقيقة، لأنه لغة سوق العمل هي اللغة الإنجليزية. وحتى أنا اليوم يمكن أقدم على منحة، أو يمكن أنا اليوم روح أبعت سيفيتي لأماكن برا البلد أو حتى ضمن سوريا، حتى يعني كتير من الشركات بترغب أنه يكون السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية. لهيك أول شيء خلي سيفيتك باللغة الإنجليزية. بالنسبة لعنوان السيفي، في كتير أشخاص بيروحوا بيحطوا العنوان السيرة الذاتية أو سيفي. فأنا لا بنصح أنه ما يكون أفضل عنوان للسيفي هو اسمك. يعني ما يكون كلمة سيفي أو كلمة سيرة ذاتية، إنما أفضل عنوان للسيفي هو اسمك وطرق التواصل معك. في كتير أشخاص ببلشوا السيفي تبعهم بمعلومات شخصية، وهذا الشيء ما له صح. ليش؟ لانه انا اليوم هذا الشيء معتادين عليه. معتادين، يعني اليوم في كثير اشخاص هلا عم يسمعونا بيقولوا انا ما عندي خبره عمل، انا ما عامل شيء بحياتي، فانا شلون بدي اعبي السي في تبعي؟ يعني هلا اللي عم يسمعنا عم يقول بالفعل مزبوط هذا الشيء، انه انا ما عندي خبره، ما عندي شيء اكتبه، فخليني بلش السي في واكتب فيه معلوماتي الشخصيه، اسم الاب واسم الام والجنسيه وتاريخ الميلاد وما بعرف شو. هي بطاقه الهويه. وهذا الشيء ما له صح بصراحه. يعني مو صح انك انت تبلش سي في، يعني احيانا الموظف موارد بشريه بده يخلقه وعم يقرا، يعني تخيل اليوم عم نقرا سي في، اسم الاول، اسم الاب، اسم الام، الجنسيه، تاريخ الميلاد، مكان الولاده، زمره الدم، شهاده السواقه، الحاله الاجتماعيه، جنس ذكر ولا انثى، فصار الامر كثير طويل. لانه ببساطه ما هو تعريف السي في؟ السي في هو مو بس بطاقه تعريف عنك، لا، السي في هو كيف فيك توظف نقاط القوه تبعك لتلاقي شغل، كيف فيك تحط النقاط اللي بتلزمك لهذا العمل. هل أنت الوحيد الذي لديك اسم أب واسم أم ومكان وتاريخ ولادة؟ لا، كل السوريين عندهم هذا الشيء. صحيح. فأنت شو هي النقاط اللي بتميزك عن غيرك؟ بلش فيها السي في تبعك. بنصح اليوم بداية السي في نحط بند نسميه بروفايل. بروفايل لمحة بثلاث سطور أنت مين، بس لا تجاوبهم عن أنت مين، جاوبهم عن أنت ليش. أنت ليش مناسب لهذا الشغل؟ يعني مثلا أنا اليوم ما عندي خبرة، فيني بدل ما أحكي عن الإكسبيرينس أحكي عن النوليدج. يعني مثلا إذا شخص، يعني المعرفة، إذا شخص مثلا اليوم حابب يشتغل بقسم محاسبه، فمثلا نعطي مثال. اي تمام. يعني مثلا شخص بده يقدم ليكون محاسب في احد الشركات، محاسب. انا كيف ممكن محاسب اليوم مثلا ببلش معلومات شخصيه، دراسه، كذا؟ لا، بلش بثلاث نقاط تحاول تجذب موظف الموارد البشريه لك. كيف فيك تكتب مثلا اي هاف نوليدج اوف فاينانشال ماركت، مثلا انا بعرف بالاسواق او بسوق الماليه. انا عندي مثلا، انا مستعد احمل ريسبونسبيلتي for financial data، أنا بقدر أحمل مسؤولية بيانات مالية. حتى لو ما عندك خبرة، احكي عن السكيلز تبعك، احكي عن النوليدج اللي أنت تعرفها. القراءة أحيانا بتفيد، المعرفة بتفيد، المهارات بتفيد. فبسطرين ثلاثة شو بتعرف؟ شو السكيل اللي عندك؟ أنت شخص يمكن تكون organizer، عندك communication skills، عندك مثلا time management وإلى آخره. فانت بلش بمهاراتك انت، بلش بمهاراتك، بس المهارات اللي مو دائما اللي كل الناس بتحطها، لا، ادخل وحط مهارات بالسي في بتلزمك للشغل اللي مقدم عليه. نصيحه لك اي حدا عم يسمعنا، اي حدا عم يسمعنا اليوم، يجرب يكتب معي ما يلي. يفتح على جوجل ويكتب او نجمه نت بالانجليزي، او نجمه نت ان اي تي، راح يطلع له موقع. يعني بس كتبنا على جوجل او نجمه نت، راح يطلع لك موقع اسمه او نت اونلاين. لما بتفوت على هذا الموقع رح يطلع لك شيء ما لك فهمانه ابدا، بس رح تلاقي محرك بحث. بمحرك البحث اكتب اي منصب وظيفي انت حابب تعرف شو المهارات اللي تلزمه واقرا عنه. يعني اللي عم يسمعنا واذا بيفوت على الاونت كثير بيتعلم اشياء جديده، هذا محرك بحث جديد متعلق بالموارد البشريه. هذا الشيء بيخلي يمكن الشركه اللي عم تقدم لها هالسي في او اي مؤسسه انه يمكن يتفاجئوا بهالمعلومات، يمكن والاشياء اللي ممكن تجذبهم. فانت اليوم عم تفوتي على هذا الموقع، فعم مثلا فتحنا على هذا الموقع، كتبنا اتش ار، كتبنا بابليك ريليشن، كتبنا ميديا، اي منصب وظيفي بيخطر ببالك رح تلاقي كثير داتا عنه، رح تلاقي النوليدج تبعه، السكيلز، الابيليتي، الاكسبيرينس، الادوكيشن اللي تلزمك تشتغل فيه. فحاول تقرا وتفهم هذا المنصب الوظيفي وتحس شو هي اقرب الصفات لك وتاخذ منه وتحطها بالسي في تبعك ببند البروفايل. ثاني بند بالسي في بنصح فيه هو الادوكيشنال كواليفيكيشنز اللي هي مؤهلاتك الاكاديميه. هون لا تكثر حكي، يعني في كثير اشخاص بيروحوا بيحطوا بالسي في بند بسموه الشهادات، انا ما بنصح هذا الشيء.
لا حب نسميه شو هو الإدوكيشن تبعك التعليم بسطر واحد، اسم الجامعة، اسم اختصاصك الجامعي وعام التخرج. يعني إذا شخص عم يسمعنا برجع بقول لازم السي في بالإنجليزي، مثلاً I have graduated from Faculty of Law at Damascus University. طيب بس ممكن هو يكون هذا الشخص عمل كتير كورسات وتعبان على حاله وشغل على حاله وحابب إنه يحطه ضمن السي في. يعني مو بهذا، مو بداية السي في، يعني تبلش بروفايل أنت مين بسطرين، Education لازم الـ HR فوراً يعرف شو دارس فوراً. سطر واحد. البند الثالث ساعتها هون تحكي عن الإكسبرينس، الخبرة بالإكسبرينس، حاول توضح شو اسم الشركة اللي اشتغلت فيها. إذا الشركة اللي اشتغلت فيها غير معروفة حاول تحط بروفايل صغير عندنا بسطر، وحط الموقع الإلكتروني تبع الشركة. احتمال تكون شركتك كتير كبيرة بس ما لها معروفة من موظف الموارد البشرية اللي عم يقرأ، فوضح مين هي الشركة اللي أنت اشتغلت فيها وحط سطرين عنها، حط الويب تبعها، الويب سايت تبعها، سكور التاسكات اللي اشتغلتها، الديوتيز أند ريسبونسبيلتيز، المهام والواجبات اللي كنت عندها. هاي المهام كمان انت اونت بيساعدك، ولازم تكون بالانجليزي بطريقه صح. حط الجوب تايتل، ما بكفي تقول عملته في شركه كذا، لا عملته بمنصب كذا بشركه كذا، يعني مثلا داتا انتري مدخل بيانات بمثلا شركه اتصالات، تحط اسم الشركه شركه اكس، بتحط بعدين التاسكات تبعك وبتبلش بقى بتحط الفتره اللي انت امضيتها بالعمل من هالتاريخ لهذا التاريخ. كثير مهم توضح السكيلز اللي بتملكها، سواء عم نحكي الكمبيوتر سكيلز، اللانجويج سكيلز، او السوفت سكيلز. كمبيوتر سكيلز حاول توضح شو هي مهاراتك بالكمبيوتر. انا ما بنصح الشباب يحضروا كثير كورسات كمبيوتر اذا ما كان كثير بمجالهم، انما اليوم الشخص القوي بالاوفيس، الشخص القوي بالانترنت، يكفي ان يكتب جود مايكروسوفت اوفيس، جود انترنت سكيلز. لما تكتب انك انت عندك المايكروسوفت اوفيس تحط وين بالاوفيس، تعرف وورد، اكسل، باوربوينت، وضح هذا الشيء. اللانجويج سكيلز، في ناس تكتب اللغه العربيه، اذا كتبتها فهي اللغه الام، العربيك مذر لانجويج. هلا كان بذهب ثلاثه يمكن مسابقه لافضل سي في، خلينا نحكي شو هو السي في اللي فاز كافضل سي في بهي المسابقه او ليه فينا نقول؟ تماما، كنت انا عم اشرف من فتره عن فعاليه كانت هي مسابقه افضل سيره ذاتيه ومسابقه افضل مقابله عمل. طبعا اي شخص، حكينا شوي عن محتوى السي في، فانا اليوم شو المعايير بشكل سريع، شو المعايير المهمه بموضوع السي في؟ كانت هي انه السي في لازم ما يتجاوز صفحتين مهما كان، هي اللي ركزنا عليها. السي في اذا كان صفحاته صفحتين فلازم يترقم السي في. السي في لازم ما يكون صفحه ونص او صفحه وربع، يا صفحه كامله يا صفحتين كاملين. لازم ما يكون في غير نوع واحد من الخط. لا تاخذ نموذج من الجوجل وتروح تطبقه تعبيه مثل ما هو، لا، السي في انت بتفتح صفحه فاضيه وبتمليه مثل ما هو. لا تستخدم السلاشات للسي في غير محببه بالتواصل الالكتروني او باي تواصل بالحياه. حاول دائما انه السي في تبعك تعبر فيه عن نقاط قوتك وتخفي نقاط ضعفك. لا تذكر معلومات ما لها مهمه، يعني انا برايي المعلومات الشخصيه يكفي ان تذكر الجنسيه وتاريخ الميلاد، لا داعي لذكر الحاله الاجتماعيه والجنس وما بعرف شو وهالقصص هي. تاريخ الولاده والجنسيه تبعك انا برايي هن الامر كافي لحتى تكتب السيره الذاتيه. وبرجع بقول ما في سي في واحد، كل جهة أنت عم تقدم لعندها فإلى سي في خاص فيها. هي كمان نقطة مهمة كتير حلو أنه نركز عليها. شكرا كتير لإلك اليوم، معلومات مفيدة كتير طرحتها، أكيد كل العالم بيهمهم يعرفوا كيف بيقدروا يكتبوا سي في. طبعا الله يعطيكم العافية كمان بخبرات اليوم عم تحاولوا تسعوا أنه تشغلوا وتأمنوا فرص عمل لكتير من الأشخاص. أكيد نتشكرك علاء العائدي أخصائي بالموارد البشرية، ولازم الناس تعرف تستثمر مهاراتها وقدراتها صح. شكرا كثير لك. يعني نور لهون مشوارنا الصباحي بيكون وصل لنهايته، لكن أكيد نحن رح نبقى على الموعد كل يوم الساعة 9 الصباح، فبقوا على الموعد لكل حدا حابب يبقى على اطلاع بآخر الأحداث والمستجدات. ابقوا برفقة شاشة الإخبارية السورية عبر تغطيتها المستمرة على مدار اليوم وبكرة، أكيد تغطية خاصة. نتمنى لكل نسورنا الفوز، وأيضا بكرة يكون نصر حليفهم والفوز حليفهم، مثل ما عم يكون في نصر دائم لأبطال الجيش العربي السوري على الأرض السورية. أكيد أريج، مثل ما قلتي بنتمنى التوفيق لكل أبطالنا نسور سوريا. قلوب السوريين معلقة بكرة على الساعة 12، نتمنى لهم التوفيق وقلوبنا معكم. رحلتنا الصباحية لليوم خلصت، تحيتنا دائما بالبداية والختام لرجال الحق، رجال الجيش العربي السوري، بكم النصر يولد من جديد كل يوم. إلى اللقاء، باي باي. باي باي.